حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. ميشيل عون يؤكد إجراء الاستشارات النيابية لاختيار رئيس حكومة لبنانية جديدة في موعدها. وفي أخبار الاقتصاد، الحكومة تنفي انتشار بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات بمحطات الوقود. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية من مياه النيل وبالحفاظ على الأمن المائي لمصر حاليا ومستقبلا، مؤكدا ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لدفع عملية التفاوض للوصول لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس الوزراء البريطاني الذي أكد دعمه لجهود استئناف عملية التفاوض من أجل الوصول إلى حل عادل لتلك القضية، كما تم تبادل الرؤى حول آخر مستجدات الأزمة الليبية، حيث توافق الزعيمان على أهمية المضي قدما في العملية السياسية الانتقالية الفارقة التي تمر بها البلاد بهدف تسوية تلك الأزمة بشكل نهائي وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي في موعده المرتقب نهاية العام الجاري، مع التأكيد على ضرورة خروج المرتزقة والميليشيات والقوات الأجنبية من ليبيا. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس هنأ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لليبيا وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار. من جانبه أكد المنيفي قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، وأعرب المنيفي عن شكر وتقدير الشعب الليبي لمواقف مصر قيادة وشعبا الداعمة لبلاده باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي. يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج في أول أيام التشريق، حيث سيقضون أيام 11 و12 و13 في ذي الحجة في منى لرمي الجمرات الثلاث، ويؤدون الصلوات في أوقاتها قصرة، ويجوز للمتعجل مغادرة مشعر منى في ثاني أيام التشريق بعد رمي الجمرات للعودة مجددا إلى البيت الحرام لأداء طواف الوداع لتكتمل بذلك جميع مناسك الحج. هذا وقد أشاد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بالتدابير الوقائية والإجراءات الصحية التي اتخذتها السعودية في موسم الحج هذا العام، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وفي تغريدة له على تويتر، أعرب أدهانوم عن ترحيبه بهذه الإجراءات التي تضمن سلامة الحجاج ومجتمعاتهم خلال جائحة كورونا، كما هنأ المسلمين حول العالم بعيد الأضحى المبارك. أعلنت قبرص تقدمها بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن خطة قبرص التركية إعادة فتح مدينة فاروشة الواقعة في شرق قبرص بدعم من تركيا. كانت الولايات المتحدة قد أدانت الخطوة واعتبرت ما يقوم بها القبارصة الأتراك في فاروشة بدعم من تركيا عملا استفزازيا وغير مقبول، ولا يتفق مع الالتزامات التي يقطعوها في الماضي للمشاركة بطريقة بناءة في محادثات سلام. وجدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن موقف واشنطن المؤيد لتسوية شاملة بقيادة القبارصة لإعادة توحيد الجزيرة القبرصية. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أمس تمسكه بحل الدولتين للقضية القبرصية، وهو أمر رفضه الاتحاد الأوروبي بشكل قاطع. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس حكومة جديد ستجرى في موعدها المقرر يوم الاثنين المقبل. وأوضح عون في تصريحات له أن أي طلب محتمل لتأجيل الاستشارات يجب أن يكون مبررا ومعللا.
وجاءت هذه التصريحات ردا على أنباء تفيد باحتمالية تأجيل الاستشارات النيابية لعدم اتفاق القوى السياسية في لبنان على مرشح بعد اعتذار سعد الحريري إثر خلافات مع المؤسسة الرئاسية. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس وخمس حالات وفاة، وأشارت الوزارة إلى خروج 769 متعافيا من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 225,068 حالة. على صعيد آخر، أعلنت الصحة التونسية تعليق حملة الأبواب المفتوحة للتلقيح ضد فيروس كورونا تجنبا لاكتظاظ المواطنين على مراكز اللقاح. قرار يأتي غداة قيام رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي بإقالة وزير الصحة فوزي المهدي بعد اتهامه باتخاذ قرارات وصفها المشيشي بالشعبوية والإجرامية. كانت مراكز التطعيم التي فتحت استثنائيا أمس قد شهدت اكتظاظا وفوضى عارمة رغم عدم توفر سوى كميات محدودة من اللقاحات. مشاهدينا الكرام، للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من تونس الأستاذة مبروكة خضير الكاتبة الصحفية. مساء الخير وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بألف خير، ويا ربي إن شاء الله العيد القادم ينعاد علينا بدون كورونا إن شاء الله. أمين إن شاء الله. أستاذة، بعد تعليق حملة الأبواب المفتوحة للتلقيح ضد فيروس كورونا، هل ترى أن الوضع الصحي سيزداد سوءا لا قدر الله؟ في الحقيقة هو ما يقوله الأطباء واللجنة العلمية أن تونس ما زالت تشهد خلال الأيام القادمة سيما إلى حدود نهاية الشهر الحالي التي تشهدها منذ فترة في عدد الوفيات وعدد الإصابات اليومية، بالنظر إلى انتشار العدوى على مستوى واسع بين صفوف التونسيين. ولكن طبعا هناك أيضا تقدم كبير على مستوى اللقاحات وتطعيم التونسيين بالنظر إلى المساعدات والجرعات التي وصلت إلى تونس، وبالتالي هذا ربما قد يخفف من وطأة هذه الجائحة خلال شهر أغسطس القادم. ولكن عموما الوضع الصحي ما زال داخل المؤسسات الاستشفائية التونسية، نداءات الاستغاثة للنقص الكبير في كمية الأكسجين ما زالت متواصلة، وطبعا الأزمة السياسية أيضا ما زالت متواصلة، بالنظر إلى أنه في هذه الظروف الحرجة يتم إقالة وزير الصحة من قبل رئيس الحكومة. حتى على مستوى التسيير لهذه الجائحة هناك أزمة حكومية، وأعتقد أن إقالة وزير الصحة لن تكون الحل النهائي لهذه الأزمة، بالنظر إلى أنه الفشل في إدارة الأزمة وإدارة الجائحة لا يتحمله فقط وزير الصحة التونسي، تتحمله الحكومة كاملة، بالنظر إلى أن الحكومة ارتكبت الكثير من الأخطاء في إدارة الجائحة وتأخرت في جلب التلقيح، وكذلك تقاعست حتى في تطبيق الإجراءات التي يتم اتخاذها من فترة لأخرى، وهناك تهاون كبير واستهتار ورسالة وصلت إلى الشعب التونسي بأنه هو أيضا يمكنه أن لا يأخذ بعين الاعتبار أو بالجدية الكافية هذه الأزمة، وهذا ما ساهم في انتشار العدوى. كذلك البنية التحتية للمستشفيات التونسية بنية مهترئة لم تستطع أن تقاوم العدد الكبير من الإصابات اليومية والعدد الكبير من الوفيات بشكل يومي. أزمة حقيقة اقتصادية اجتماعية صحية يعاني منها المواطن التونسي، وهذه الحكومة غير قادرة على أن تدير هذه الأزمة وأن تقنع التونسيين بتطبيق الإجراءات بالنظر إلى حاجتهم الملحة للعمل، والحكومة كانت عاجزة على أن تعوضهم أيضا على مقابل بقائهم في بيوتهم. نعم، بشكرك شكر جزيل الأستاذة مبروكة خضير الكاتبة الصحفية، كنت معنا مباشرة من تونس، شكرا جزيلا لك. عالميا، شهدت أكبر ولايتين في أستراليا زيادات حادة في الإصابات الجديدة بكورونا، حيث سجلت ولاية نيو ساوث ويلز التي تضم مدينة سيدني أكبر المدن من حيث عدد السكان، سجلت 110 حالات جديدة بفيروس كورونا، في حين سجلت ولاية فيكتوريا 22 إصابة جديدة.
وهي أكبر زيادة منذ تفشي سلالة دلتا الشهر الجاري. كما سجلت تايلاند رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بكورونا، بلغ 13,000 حالة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد أكثر من 430,000 حالة إصابة وأكثر من 3,600 حالة وفاة. وفي الصين لقي 25 شخصا على الأقل حتفهم جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة النادرة والمستمرة على أقليم خانان الواقع وسط الصين. وأوضح مسؤولون صينيون أن الضحايا لقوا حتفهم بعدما غمرت مياه الفيضانات عربات مترو الأنفاق بإحدى مدن الإقليم، فيما أعلنت السلطات المحلية نقل نحو 200,000 شخص لحمايتهم من الفيضانات. استبعدت مسؤولة بالوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة إمكانية العثور على المزيد من الناجين وسط انقاض قرى دمرتها الفيضانات غرب ألمانيا. وخلفت الفيضانات التي اجتاحت مناطق غرب ألمانيا الأسبوع الماضي نحو 170 قتيلة واعتبار الآلاف من في عداد المفقودين. في ذلك يمثل أسوأ كارثة طبيعية تشهدها ألمانيا منذ أكثر من نصف قرن. ووافقت الحكومة الاتحادية على تقديم مساعدات طارئة قدرها 200 مليون يورو لجهود الإغاثة الفورية. يأتي ذلك إضافة إلى 250 مليون يورو على الأقل تقدمها الولايات الألمانية التي اجتاحتها الفيضانات لإصلاح المباني والبنى التحتية ومساعدة السكان. سجلت منظمة اليونسكو مرفأ ليفربول من قائمتها للتراث العالمي وسط مخاوف بشأن مشاريع تطوير وصفتها المنظمة بالمفرطة لأنها تفقد الموقع أصالته. وخلال اجتماع للجنة التراث العالمي في المنظمة برئاسة الصين، صوت 13 مندوبا لصالح اقتراح لسحب المرفأ الواقع شمال غرب إنجلترا من القائمة في مقابل رفض 5 أعضاء، ما يتجاوز أكثرية الثلثين المطلوبة لسحب موقع ما من قائمة التراث العالمي. أهلا بكم من جديد. وصلت وزارة الداخلية تنفيذ خطتها لتأمين المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك من خلال الخطط الأمنية المستحدثة وتحقيق الانتشار الأمني للقوات الشرطية بمختلف المواقع. وقامت الإدارة العامة للمرور بنشر الخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية لتحقيق الانضباط المروري. على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية الرابطة بين المحافظات والتي تشهد كثافات مرورية مع احتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك، نشرت الإدارة العامة للمرور خدماتها لتحقيق أقصى درجات من الانضباط المروري عليها بما يحافظ على أرواح قائدي المركبات. وذلك في إطار خطة متكاملة تنفذها أجهزة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك. أحد محاورها نشر دوريات وخدمات وأقوال أمنية على كافة الطرق لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل سنة وحضراتكم طيبين. تقوم الإدارة العامة للمرور بتكثيف كافة الخدمات على المحاور والطرق، وذلك لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وفي حالة الإبلاغ عن أي حادث لا قدر الله أو أي كثافات مرورية يتم التحرك الفوري لفحص البلاغ. منظومة مرورية إلكترونية متكاملة تم نشرها على كافة المحاور والطرق لرصد الحالة المرورية على مدار الساعة من خلال ربطها بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وبما يتيح سرعة التحرك للتعامل مع الحوادث والأعطال والتكدسات ورصد المخالفات والتعامل معها. وهو ما يتسق مع توجه الدولة نحو التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الحركة المرورية في ظل تنفيذ شبكة ضخمة من الطرق لم يسبق لها مثيل. تم استحداث منظومة إلكترونية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية لرصد كافة المخالفات وأيضا متابعة الأحجام المرورية والأعطال والحوادث، ويمكن التواصل مع غرفة العمليات الإدارة عن طريق رقم 0122-3-4-4 خلال 24 ساعة. وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذا الانتشار المروري المكثف على الطرق والمحاور الرئيسية
إلى تحقيق الانضباط المروري عليها وإلزام قائد المركبات بالسرعات المحددة، وبما يحافظ على الأرواح والممتلكات ويوفر أجواء من الأمن والأمان يحتفي فيها المصريون بعيد الأضحى مع الالتزام بالإجراءات الوقائية. بكل دقة وفعالية تنفذ أجهزة وزارة الداخلية الخطط الأمنية الموضوعة لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، حيث تنتشر الخدمات الأمنية على طول الطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من التزام قائد المركبات بسرعات محددة حفاظا على الأرواح والممتلكات، وهو ما يوفر أجواء ملائمة لاحتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. استقبل المجزر الآلي بالبساتين أضاحي المواطنين بالمجان، ويمر الأطباء المتخصصون في المجزر للكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح للتأكد من سلامة اللحوم في ظل تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا. دون مقابل مادي يتاح المجزر الآلي بالبساتين كمكان أمام المضحي للمجيء بأضحيته وذبحها، إما أن يأتي بجزاره الخاص للذبح أو أن يلتقي بأحد جزار المجزر والاتفاق معه على المقابل المادي مقابل الذبح، وذلك في ظل تطبيق إجراءات كاملة وقائية ضد جائحة كورونا. التعليمات من السيد المحافظ بفتح جميع المجازر على مستوى محافظة القاهرة لاستقبال الأضاحي مجانا من الرسوم المجزرية. أما بالنسبة لأجرة الجزار ده بيتم الاتفاق بينها وبين المضحي. طبعا احنا بنبقى برضو واقفين وشايفين الجزار بيتصرف ازاي مع المضحي بحيث برضو المضحي ما يقعش فريسة للجزار. في المجزر الآلي بالبساتين أطباء متخصصون هم أيضا بالمجان يمرون باستمرار للكشف على الأضحية قبل الذبح ثم بعد الذبح للتأكد من سلامة لحوم الأضاحي. بالنسبة للإبل لا يقل السن عن 5 سنوات، محدش يجيب لي جمل مثلا سنتين ولا أضحي بيه، لا شرعا ما ينفعش. بالنسبة للأبقاء والجاموس لا يقل السن بعدك عن 2 سنين، يعني المفروض يكون كاسر جزء من الأسنان، لو جاي أقل من كده المفروض أنا أنبه عليه أقول له ده ما ينفعش، ده مش مطابق للشروط. بالنسبة للضأن لا يقل عن 6 شهور، بالنسبة للمعز لا يقل عن 1 سنة، فلازم أفهمه النقطة دي، ده أول حاجة. تاني حاجة ما يجيبش مثلا حاجة مكسورة وأقول له مثلا تنفع، لا ما تنفعش، أنت بتقدم هدي لله سبحانه وتعالى، لازم يكون خالي من أي أعراض أو أي أمراض. سعة المكان والتهوية أهم ما يميزه، بالإضافة لنظافة تتبع كل خطوات الذبح، ما يجعل مشهد الأضحية سهل، نظيف، سريع، ومقطعة ومعبأة بكيلوات مختلفة للتوزيع. النظافة والدكتور طبعا بيكشف على الذبيحة قبل ما تخرج، ودي أهم حاجة، وبتاخد ختم المذبح. المكان طبعا مجاني وحاجة كويسة جدا وواسعة ونظيفة جدا وناس متعاونة ودكاترة دايما بيمروا على الأضحية وما شاء الله عليهم. يعني مجزر البساتين الآلي من بعد فجر أول أيام عيد الأضحى وعلى مدار أيام العيد مفتوح أمام المضحين بالمجان كإتاحة المكان وأيضا للكشف على الأضحية. في المجزر الآلي بالبساتين يتم ذبح مئات الأضاحي من قبل متخصصين في دقائق معدودة، مجزر يفضله الكثير من المواطنين المضحين لما يقدمه من إتاحة المكان بالمجان. المجانية ليست فقط في إتاحة المكان، بل يمتد لوجود أطباء بشكل مستمر للكشف على الأضحية قبل وبعد الذبح للتأكد من سلامتها. أحمد نبيل، التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم، كل عام وأنتم بخير. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انتشار بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات القياسية بمحطات الوقود، وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن المهندس طارق الملا كلف مجموعات عمل بالمرور بشكل مفاجئ على محطات التموين والخدمة وأخذ عينات من الوقود، وأشارت إلى أنه تم تحليل العينات المأخوذة من عدد من المحطات بمحافظات القاهرة الكبرى وجاءت نتائجها مطابقة للمواصفات. قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا إن خطة نشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي شهدت معدلات إنجاز غير مسبوقة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي. وأوضح الملا أن قرابة 400 محطة تؤدي خدمة التموين بالغاز حاليا، وأشار إلى أن العمل جار للانتهاء من تشغيل 45 محطة أخرى علاوة على 408 محطة جديدة جار العمل على إنشائها.
كما سيتم البدء لاحقا في إنشاء نحو 200 محطة جديدة. وأضاف الملا أن المحطات الجديدة تشمل إقامة محطات مخصصة للتموين بالغاز الطبيعي أو إضافة خدمات التموين بالغاز لمحطات التموين بالبنزين والسولار. قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزيرة جانيت يالين شجعت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز نمو مستدام وخلق فرص عمل. وقالت الوزارة إنه خلال اجتماعهما في واشنطن أشارت يالين إلى التحديات التي يواجهها الأردن والتي تفاقمها جائحة كورونا، وشددت على الشراكة الواسعة بين الولايات المتحدة والأردن. أظهر مسح نشره منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية أن 30% من البنوك المركزية حول العالم تخطط لإضافة العملة الصينية اليوان إلى احتياطياتها. وأوضح المسح أن هذه البنوك تخطط لزيادة حيازاتها من اليوان على مدار 12 إلى 24 شهرا القادمة. وعلى النقيض من اليوان يخطط 20% من البنوك المركزية لتقليص حيازات الدولار الأمريكي، وتخطط 18% من البنوك لتقليص الحيازات من اليورو. وأظهر المسح أن البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد أصبحت تسيطر على أصول قيمتها 42.7 تريليون دولار، وهو مستوى قياسي مرتفع. ارتفعت أسعار النفط مواصلة المكاسب للجلسة الثانية في ظل تنامي شهية المستثمرين للمخاطرة، رغم بيانات تظهر زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكي الأسبوع الماضي وانخفاض توقعات الطلب بسبب تنامي إصابات فيروس كورونا. وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 1.2% مسجلة 70.19 دولار للبرميل. وصعدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنحو 1.3% إلى 68.04 دولار للبرميل. تراجعت أسعار الذهب متجهة صوب تكبد خسائر للجلسة الثانية على التوالي، مع انخفاض جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن بفعل زيادة مكاسب الدولار وانتعاش عوائد سندات الخزانة الأمريكية. ونزل السعر الفوري للذهب بنحو 2% ليبلغ 1805.81 دولار للأوقية. وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3% إلى 1805.50 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنحو 1.1% والبلاديوم بنحو 1.2% والبلاتين بنحو 0.7%. نهاية الثانية، وهذا تذكير بأبرز العناوين. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. ميشيل عون يؤكد إجراء الاستشارات النيابية لاختيار رئيس حكومة لبنانية جديد في موعدها. مسيرة.إيجي للمزيد. كل عام وأنتم بخير. دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.